أعزائي المشاهدين، بشارك معكم قصة من قصص الشخصية. كنت ولد وكنت أحب الألعاب مثل أي طفل في العالم، ولما نطلب من أبوي لعبة، على الرغم أنه أبوي كريم جدا، كان غالبا يرفض طلبي عشان لا أفسد، لكنه كان يشتري لي الهدايا لما أنجح في المدرسة. ببساطة أبوي كان رجل فاضل وحكيم، علشان كده هو يحبني كثير. ولما يرفض طلبي لشراء لعبة، كان يقول لي كل اللي هو لي لك أنت وإخوانك بعد وفاتي. ومرت الأيام والسنين على نفس الحال. مرت مرحلة المراهقة والشباب، ومثل العادة كل مرة أطلب شيء من أبوي دائما كان يرفض طلبي بشراء الشيء اللي أبغاه، وكان يقول نفس الجملة، كل اللي هو لكم. مرت الأيام والسنين، آمنت بالرب يسوع المسيح عام 2001، أبويا توفى عام 2007. إخواني لما نجوا يوزعوا الورث سألهم الشيخ بالمحكمة، وين هو في أخوكم خالد؟ فقالوا له أخونا خالد مرتد وصار نصراني، فأمرهم الشيخ أنه يتخلوا عني بشكل رسمي قبل توزيع الورث، لأني مرتد في نظر الإسلام لكني متقدم في نظر المسيح. وتم توزيع الميراث بين إخوتي وما خسرت شيء. أمي كانت زعلانة وقالت لي أبوك مات وما خدت شيء، وأنا حموت بعد أن عمر طويل مش حتاخد شيء. قلت لأمي يوميها، أمي ما تزعلي لكن افرحي، لأن اللي صار هو تتميم لكلمة الرب في الكتاب المقدس. كلمة الرب بتقول لا يكون للكهنة اللاويين كل سبط لاوي قسم ولا نصيب مع إسرائيل، يأكلون وقائد الرب ونصيبه، فلا يكون لهم نصيب في وسط إخوته، الرب هو نصيبه كما قال. تثنية 18 الآيات 1 و2. حنا نعرف الآن أن الكهنة هم الواسطة بين الشعب والله، فالرب اختارني علشان أكون الوسيط بين الله وبينكم، بين الله وبين أهلي وشعبي اللي أحبهم موت. ثم قلت لأمي المهم هو أبويا، وبشهادة الشهود باركني وبارك أسرتي في آخر مرة تكلمت معه، وهذا بالنسبة لي أهم من كل شيء. أبوي كان دائما يقول إن أغلى عياله الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود. إذن حسب كلام أبوي واضح جدا إني كنت أغلى عياله، لأني كنت الوحيد الغائب وقت وفاته. الآن أترك لكم الحكم، هل الإسلام ظلمني بأن فصلني عن أهلي؟ لكن الخبر السار هو أن الإسلام وقضاته عجزوا من أن يمنعوا والدي من مباركتي، على الرغم من تقدمي للمسيح تبارك اسمه. حابب أختم هذه القصة معاكم وشاركها بصلاة، شاركوني هذه الصلاة. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك، نقدسك، لك كل المجد، كم أنت عظيم يا رب. إحنا مسامحين وما نبغى من أخواننا ولا نبغى من أهلنا شيء، أنا ما أبغى شيء، أبغى الخلاص لهم، أبغاهم ياخدوك أنت، يمتلكوك أنت. أنا بحبهم يا رب لأنه أنت حبيتني، من فيض الحب اللي عندي بحب أهلي وناسي. اغفر لهم يا رب، ارحمهم، انقذهم من براثن إبليس اللعين. انت يا رب اللي كسرت قوة إبليس وكل ما له على الصليب. اشكرك يا رب على هذا العلم وعلى هذه المعرفة، وبارك كل نفس عم تسمع هذا الحلقة الآن باسم يسوع المسيح، فتكون هذه الحلقة بركة لكثيرين بالمسيح يسوع. آمين.